الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا نقطة نظام. النهاردة حلقتنا بتسلط الضوء على الأسرة المصرية وبعض المشاكل اللي بتعاني منها الأسرة المصرية، وخاصة إن إحنا في الآونة الأخيرة بقينا بنسمع عن أو بنشاهد ارتفاع في معدلات الطلاق، وده بيكون له تأثير على المجتمع، لأن التفكك الأسري بيؤدي إلى تهديد الكيان المجتمعي. الحقيقة إن بيكون الآثار المترتبة على الطلاق تحديدا بيكون لها تأثير برضو على الطفل. إحنا في الحلقة دي هنتكلم عن الطلاق والطفل، وإزاي نحمي الطفل جنائيا، لأن أيضا بيدفع الطلاق كثير من الأطفال إن هم يرتكبوا جرائم. إحنا هنتكلم في هذه النقاط مع ضيوفنا اللي مشرفينا في هذه الفقرة، سيادة المستشار محمد أمير ممدوح المحامي بالنقد. نورتنا وشرفتنا يا فندم، ونورتنا في هذه الحلقة إن شاء الله يا فندم. سيادة المستشار محمد خليفة المحامي بالنقد، أهلا بحضرتك وشرفتنا يا فندم ونورتنا. سيادة المستشار حاتم أبو حامد المحامي بالجنايات، أهلا بحضرتك ونورتنا وشرفتنا يا فندم. أهلا بحضرتك. إحنا سيادة المستشار، بداية أنا عايز أسأل حضرتك عن أسباب ارتفاع معدلات الطلاق، خاصة إن إحنا عندنا حالة طلاق كل دقيقتين ونص. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ودود يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا مبدئ يا معيد، يا فعال لما يريد، أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، وأسألك بقدرتك التي قدرت بها على خلقك، وبرحمتك التي وسعت كل شيء، لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. اللهم ارفع البلاء عن مصر، اللهم ارفع البلاء عن مصر، اللهم ارفع البلاء عن مصر. اللهم احفظ زعيمنا ورئيسنا المحترم من كل شر، وانصره على أعدائه، وانصره على أهل الشر، واجعل كيد أعدائهم في نحرهم. يا رب احفظ جيش مصر وشرطة مصر وأطباء مصر، وارحم زملائنا المحامين الذين فقدناهم، وارحم من ماتوا من قضاة مصر. اللهم امين يا رب العالمين. الحقيقة احنا في مشكلة كبيرة جدا في المجتمع المصري، وأثار هذه المشكلة هي الثورة 2011. نتج عنها فشل في العلاقة الأسرية. والحقيقة لولا ثورة 30 يونيو وقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لكانت الأسرة المصرية في دمار، لأن أعطى للسيدة المصرية ما لا تحلم به منذ 50 عام. ومن سماحة الشريعة الإسلامية أن الشريعة الإسلامية أوجبت الطلاق، لأن الشريعة الإسلامية عندما أوجبت الطلاق كان لابد من حل لمشكلة ربما نتج عنها سوء الاختيار أو هروب البنت من الأسرة وتتجه إلى الزوج حماية، فإن هذا الزوج سينقذها وتجد كارثة في حياتها، أن هذا الزوج يكون صدمة كبرى في حياتها. وأيضا السنة النبوية أوجبت الخلع للسيدة المصرية حتى تحرس وتحافظ على نفسها دون الدخول في مشاكل كبرى، وهي عدم الطلاق يؤدي إلى مشاكل كبرى. وبالتالي كانت المرأة العربية دائما توصي ابنتها وصية غالية، أنك لا تجوعي زوجك، يعني لا تؤدي به إلى الجوع. وأنا ألخص هذه المسألة في وصية المرأة العربية لابنتها عند زفافها، هي تلخص الحالة التي نعيشها. الحالة التي نعيشها هي أن أم عندما أوصت ابنتها في ليلة زفافها قالت: أنك قد فارقت بيتك الذي منه خرجت، ووكرك الذي فيه نشأت إلى وكر لم تألفي. يريد ناخد بالنا من هذه الوصية، هي التي تلخص مشاكلنا العصرية التي نعيش فيها الآن. وقرين لم تعرفينه يكون تكون له أمة يكن لك عبدا. احفظي له عشر خصال يكن لك زخرا. الأولى والثانية فالصحبة بالقناعة، والمعاشرة بحسن الطاعة.
فالتعهد لموقع عينيه ولا ينظر منك ما يكره ولا يشم منك إلا الطيب. المرأة المصرية هي دائما المظلومة في هذا الكيان، لأن عندما تجد رجل قادر على حياته وصاحب قلب طيب ويستطيع أن يحمي بيته ويستطيع أن يحمي أسرته لن تفرط فيه، لكن عندما ترى من يتوجع عليها ويعتدي عليها بالضرب أو بالسب وهي التي تحمل الأسرة على عاتقها، بمعنى إذا أراد أن يطلق الرجل زوجته يترك بيته فهي التي تتحمل الأولاد وهي التي ترفع على رأسها هذا الحمل الكبير. تمام. والشريعة الإسلامية قد أنصفت المرأة إنصافا كاملا في هذه الحياة، لأنه عندما يتجه الرجل إلى الزواج والزواج قد قسمه الشرع إلى أربع، فيه من هو مباح ومكروه وفرض ومحرم. تمام. نترك سيادة المستشار. نترك سيادة المستشار. سيادة المستشار محمد حدد في جزء بسيط جدا، اتكلم عن الصوم اللي هي السبب في ارتفاع معدل الطلاق، وأيضا تكلم في جزء مهم جدا هي التوعية الأسرية بالتحديد. تمام. اللي هي ذكر فيها إن الوصية، وصية الأم لبنتها لبنتها عند زوجها. حضرتك هل في مشاكل، هل في اسباب اخرى، ولا شايف، هل تتفق بنفس الكلام اللي بيقوله سياده المستشار ولا ما عدد لحضرتك الاسباب؟ انا هكلم حضرتك عن النسب المرتفعه في حالات الطلاق واللي اصبحت بتتصاعد بطريقه مخيفه جدا. تمام. مش بتهدد بس الاسره، لا المجتمع ككل. يعني نشوف حضرتك مثلا في 2018 كان حوالي 200 الف حاله طلاق، 2019 225 الف حاله طلاق. حاله طلاق وحالات الطلاق ما بتنقص، كل مدى في زيادة. يعني وصلنا مثلا لحوالي 650 حالة طلاق في اليوم. طيب الحالات دي كلها من واقعنا احنا كمحامين بنصطدم في المحاكم بأسباب كتيرة جدا، ليس كلها للمرأة تكون سبب في الطلاق وليس كلها الرجل. في أسباب تتعلق بالمرأة وفي أسباب تتعلق بالرجل وفي أسباب خارجية أخرى زي الأسباب المادية وعدم التكافؤ الاجتماعي، عدم التكافؤ في التعليم، عدم التكافؤ الأسري، استهتار ولي الأمر بتزويج ابنته لأي واحد يجي يخبط على الباب يقول له تفضل عايز أجوزك تفضل، عدم حسن الاختيار. عدم حسن الاختيار اللي هو بيوقعنا في المشاكل دي، لأن البنت بتبقى ما عندهاش وعي ولا إدراك. حاجة تانية اللي هي تدخل الأهل في الحاجة في 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 مسألة الزواج واستمرار الحياة الزوجية. فإحنا حضرتك في المحاكم بنشوف أسباب مش ممكن المجتمع يتخيلها. يعني حضرتك بتلاقي في صفحة الحوادث أسباب غريبة للطلاق، لا ده منتشر الكلام ده، يعني وخاصة في السوشيال ميديا اللي انتشرت في بعض البيوت، تلاقي الأم مرهاش غير النت، قاعدة على الفيسبوك تهمل الأولاد. فاللي أنا عايز أقوله لك هذه الزيادة المضطردة لها أسباب عديدة جدا جدا جدا، ليس بسبب المرأة لوحديها أو رجل لوحده. طيب هذه الزيادة المضطردة دي نقدر نعمل لها كنترول أو نعمل لها علاج من خلال المجتمع، في منظمات المجتمع المدني زي ما المجلس القومي للأمومة والطفولة، المجلس القومي للمرأة، في روشتات عمل كتيرة جدا صدرت من الأجهزة المختصة دي وبترصد حالات الطلاق المضطردة دي عشان تقدر تحط لها علاج، لأن الإشكالية كبيرة جدا أكبر إنها تتناقش أو نعالجها في البرنامج وبس. لا طب احنا عايزين نحدد بس الاسباب اولا. الاسباب عامه وبصفه يعني اللي بنلاقيها منتشره جدا في المجتمع وبنلاقيها في المحاكم هي سوء الاختيار من البدايه، واحد. اثنين، عدم التوافق الاسري والمجتمعي، الاختلاف في الميول، عدم التوافق وعدم الصبر. يعني بنلاقي مسحك النسب والاحصائيات بيقول لك السنه الاولى من الزواج أكثر مرتفعا معدلات، أكثر ارتفاع معدلات حوالي 30%، لأن الناس ما بتصبرش على بعضيها، ما فيش واجب النصح والإرشاد اللي بيتم من الأسر سواء من ناحية الزوج أو الزوجة، بنلاقي في عند رهيب. ده بيوصلنا إلى الاستهتار بالحياة الزوجية. الاستهتار بالحياة الزوجية ده نحطه بين قوسين، الاستهتار بما أحله الله وهي الحياة الزوجية، إن في لحظة سواء الزوج يرمي اليمين ويمشي أو الزوجة نفس الوضع، تجري إما ترفع طلاق
او ترفع خلع اللي هو اسهل حالات الطلاق حاليا دلوقتي لانه مش محتاج اي اسباب. فحضرتك ده ابرز الاسباب المتضيف على ذلك الادمان. في بعض الازواج الزوجه تتجوز تفاجئ ان جوزها مدمن للمخدرات، دي ما بتظهرش. حالات كتيره جدا يا فندم بيجي بعد الزواج بتظهر. يعني في حاجات، وده بنقول فيه بقى ان الفتره اللي قبل الزواج دي لابد ان تستثمر في دراسه كل شخص للاخر اللي هيرتبط بيه. تمام. بمعنى ان الزوج اللي هو هيبقى في البدايه لسه متقدم عشان يرتبط بواحده لازم يدرسها كويس اخلاقيا ادبيا علميا ثقافيا، يبقى داخل على الزواج وهو ما انا عايز اتكلم حضرتك. يعني هو فتره الخطوبه معروفه الجميع بيتكلم ان هم الاثنين بيمثلوا على بعض، ما حدش بيعرف حقيقه التاني، وهذه الاشكاليه الكبيره جدا. لا هو انا استاذنك، ما هو حد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه. تمام. هو انعدام الدين فيما في الاختيار في مشكله، ولذلك قال تنكح المرء لاربع. تمام. لجمالها ولحسبها ولمالها، لكن قال فاظفر بذات الدين طربت يداك. وده ما بقاش موجود دلوقتي. احنا طربت يداك دي مشكله. المشكله انا بس عايز اروح بس لسياده المستشار حاتم. هنتكلم في جزئيه محدودا خاصه بالطفل. بينتج عن الطلاق تشريد ما يقرب من 7 ملايين طفل، وده بيكون له تاثير على الطفل. شايف ده ازاي حضرتك؟ وهل ده بيدفع ان ممكن تخلق اطفال بيرتكبوا جرائم، ان هم تعرضوا لمواقف يعني مش عايز اقول ان هو اثرت عليهم بالسلب او خلتهم في حاله نفسيه سيئه؟ تمام. فهم اولا سابقا قيل بخصوص الطفل ما من امانه في عنق العالم تفوق في قدسيتها حمايه الاطفال، وما من واجب يعلو في اهميته فوق احترام الحقوق الخاصه بالاطفال. تمام. انا النهارده ليه؟ لان حمايتهم واحترامهم واحترام حقوق الطفل هي حماية لمستقبل البشرية بأسرها. النهاردة سعادتك لما نشوف الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في عام 1989 اتفاقية حقوق الطفل، وفي المادة الأولى من الاتفاقية عرفت الطفل وقالت هو كل إنسان لم يتجاوز سن 18 لما يتجاوز سن 18 سنة. يعني انا النهارده عندي لحد سن 18 سنه ده طفل، ده طفل. فانا النهارده هذا الطفل محكوم لحد السن ده، وبدا حضرتك القانون يوضح والتشريع يوضح الطفل ويوضح قانون الطفل اللي هو الاول، وحدد للطفل محكمة يحاكم أمامها وهي محكمة الطفل، وكانت قبل كده سابقا هي محكمة الأحداث. وبدأ حضرتك يتكلم القانون في موانع المسؤولية الجنائية عند الطفل في القانون المصري. يعني إيه موانع المسؤولية الجنائية؟ يعني المسؤولية الجنائية على الطفل يمتنع عنه المسؤولية الجنائية على الطفل الذي لم يتجاوز 12 سنة ميلادية كاملة، حتى لو ارتكب أي جريمة كاملة أو أي فعل كاملة وقت ارتكاب الجريمة. أما إذا جاوز الطفل سن 7 سنوات ولم يتجاوز 12 سنة وقت ارتكاب الجريمة وحدثت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة، تتولى محكمة الطفل إيه بقى يا فندم؟ الاختصاص بالنظر فيها دون غيرها. والحد 15 سنة بدأ القانون يحط في مواده ازاي بقى النهارده العقوبه اللي ممكن الطفل ياخدها في الوقت ده تبقى ايه. وبدا حضرتك يقول العقوبه مش عقوبه، ده تدبير بالنسبه للطفل، والتدبير ده حط له مجموعه من التدابير، وهي قال لك على المحكمه ان تقضي بتدبير معين. ايه التدبير ده؟ رقم واحد التوبيخ. ده دي العقوبات اللي مقرره على الطفل. ده الذي ده الذي فندم كده بتتكلم عن العقوبات اللي مقرره على الطفل في حاله ارتكاب اي حاجه. الذي لم يتجاوز ال 15 سنه. معايا؟ تمام. وبدا حضرتك يقول او ان اسلم الطفل ده لولي امره. او الحقه بالتدريب والتاهيل.
او الزمه بواجبات معينه. تمام. وكمان ان انا ممكن اوضع الطفل ده تحت الاختبار القضائي، او كل ده سعادتك هم 8 بنود 8 تدابير وضعهم القانون للمحكمه ان تقضي بيهم، او العمل بالنسبه للطفل بما يتفق ولا يضر بمصلحته. بمعنى حضرتك ان انا ابدا اشغله للمنفعه العامه ولكن في حدود ان انا ما اضرش بيه. كتدبير مش كعقوبه حضرتك، كتدبير خاص بيه. او ان انا اودعه احد المستشفيات المتخصصه، ده في حاله بقى السلوك، او ان انا اودعه احد مؤسسات الرعايه الاجتماعيه معايا، اللي هي دور الاحداث، اللي هي دور الاحداث. يبقى اذا القانون النهارده حمى الطفل، ولكن حضرتك انا هفرق لك بقى بعد كده يعني ايه الطفل اللي سنه 15 سنه لحد 15 سنه وعقوبته ايه اللي انا ذكرتها لحضرتك، وبعد 15 سنه لحد 18 سنه هنرجع وعقوبته ايه. هنرجع النقطه دي بس. تمام. هنروح لسياده المستشار، هنرجع لكلامنا وحديثنا. احنا تكلمنا عن فاسفر بذات الدين، قلت لحضرتك ده مش موجود، يعني ما عادتش الناس بتدور على ان دي عندها خلق او على دين، لا الناس بتدور دلوقتي على انا هذا الشخص ده مرتاح ماليا، الشخص ده هيعيشني عيشه ثانيه غير اللي انا عايشاها، وده بيسبب في ارتفاع معدلات الطلاق. شوف حضرتك اللي بيجي بعد كده يعني لو لا حصل لا اي ازمه، ما انا اقول لحضرتك بيحصل مشاكل. لا لا بسرعة. احنا عندنا مشكله كبيره جدا. يجب ان يكون في ناس متخصصين لمن يتاهلون للزواج. تمام. ليه بقى لمن يتاهل للزواج؟ البنت بتدخل في مكان جديد عليها، والشاب بيدخل في مكان جديد عليها. زي ما انت قلت فترة الخطوبة هي فترة يعني الصناعة الغير حقيقية لكل منهما. يعني هو ما بيقولش حقيقته وهي ما بتقولش حقيقتها. تمام؟ وبيتباين الأمر بعد الزواج. عندما يغلق الباب عليهما تبدأ المفاجأة الكبرى في كيفية التصور. في حد بيتحمل وبيبدأ حياة واحدة واحدة وبيعد ترتيب يتعايش. لكن أنا أرى في هذه الظروف اللي احنا بنعيشها والحياة اللي احنا بنعيشها اللي نتج عنها خلل في البيت المصري، وخلل كبير جدا جدا نتيجة الوضع التي نراه. أولا في منظومات دخلت علينا فتتت الأسرة المصرية. الأسرة المصرية غير زمان، الأب غير زمان والأم غير زمان. الأم اللي بتتحمل عبء البيت المصري اختلف وضعها الآن، والأب اللي بيتحمل عبء البيت المصري اختلف وضعه الآن. فبالتالي مطلوب حد يتدخل من الدولة تنظم عملية الزواج، أن يكون في طبيب نفسي. إيه المانع أنه يؤهل الزوج والزوجة لبداية حياة جديدة ينشئوها مع بعض؟ لأنه أصلا المصيبة أن بعد الطفل الأول بيحصل مشكلة، والمشكلة تقول لك أصل هي صاحبة الحق، عندما تريد أن تخلع فالقائمة لها، ويعني القانون الحقيقة عطاها ما يساعدها على أن تساعد في الانفصال من الأسرة المصرية. يا حضرتك بتتكلم عن أنا بس هستأذنك. إيه الاختلاف؟ لا ما أنا هقول لحضرتك بس عشان إيه نقدر نوصل لنقطة مهمة جدا في البيت المصري. الأب لما يستطيع أن يتحمل عبء بيته تسير الأسرة المصرية في ضمان، لكن عندما يرفع الأب يده عن الصغار وعن زوجتي ولا تجد منه غير السب والشتم والإهانة والتعدي، فيكره الزوج عندما يتعدى على زوجته بالضرب وينتج عنها إصابات وبعض الأحيان عاهات، وبعض الأحيان الأسرة المصرية بتتفكك. النهاردة أطفال الشوارع ده نتيجة فشل الأسرة المصرية. الأطفال اللي موجودة في كل مكان اللي هي داخلة في حالة الإدمان وحالة الاستروكس وحالة اللي احنا شايفينه ده تفكك أسرة مصرية. لو كانت الأسرة المصرية فيها رباط كانت الأمور تختلف. وأنا الحقيقة أرى صراحة وبكل ضمير أن القيادة المصرية الرشيدة بدأت تلملم ما حدث من خلل في ثورة 11. 11 دي كسرت الدنيا كلها، فشلت الأسرة المصرية، جعل هناك خلل نفسي ما بين الأب والأم، نتج عنها بعد حتى أخلاقي. احنا أخلاقياتنا اختلفت، ما كناش كده قبل 2011 إطلاقا. كنا لنا وضع خاص، وكانت الناس بيه حب
وفي مواد اختلف هذا الامر. اكون صريح معاك اللي يعني ادخل في حته وحساسه جدا. خوارج هذا العصر والجماعه الارابيه الملعونه لهم سبب رئيسي في هذا التفكك. بمعنى هم عطونا الصوره اللي قدامنا المزيفه ان هم اصحاب دين، وعطوا صوره للشعب المصري ان هم يعني اصحاب اخلاق رفيعه، ونتج عن هذا انهم اصحاب اسوأ اخلاق وليس لهم لا مله ولا دين. نتج عنها الشعب المصري حصل له صدمه، صدمه نتج عنها خلل في الاسره المصريه. لولا القياده المصريه الرشيده اللي لملمت الاسره المصريه واصبح بتحيط على الاسره المصريه واصبحت بتحافظ على الاسره المصريه، والله لو رحنا في مكان اخر. احنا الان بنلملم. انا برضو بناشد القضاء المصري اللي هو بيتجه الى الطلاق للضرر من الزوجه لزوجها ان ينظر الى ان هناك ضرر ينهي هذه العلاقه. ما نقعدش نستمر في المحاكم سنه واتنين عشان طلاق للضرر، حتى لا تتجه الى الخلع. ما هي اذا حصل هناك محمد بيه تاخير في الفصل في القضاء فبتتجه الى الخلع. واحنا مش عايزين ده يروح لده، احنا عايزين القضاء المصري عندما ينظر ان هناك ضرر وقع على الزوجه المصريه من اعتداء عليها وهذا ثابت باوراق رسميه، او من تعدي عليها، او عدم الانفاق على اولادها، او التجبر في حياته على اسرته، ينتج عن ذلك ان يكون القضاء المصري المحترم يساعد ذلك في انهاء العلاقه، عشان انا ما اخلع ما اقعدش سنه وابدا اعمل تعديل في الخلع. هي دي المشكله الكبرى. على فكره الطلاق ده حل لمشاكل كبرى في مصر، لانه على الاقل بيفصل حياه وبيبدا حياه اخرى. لانه إن اختار غلط، اساء الاختيار، هي اساءت الاختيار، فنتج بعد العشره المفاجاه ان هي عرفته على حقيقته وهي هو عرفها على حقيقتها، فلا بد من ان كل واحد يروح لحاله. بس المصيبه الكبرى هنا الطفل الذي ينتج في حاله الانفصال. اولا بيتجه للام، والام هي اللي بتشيل هذا العبء، هو بيرفع ايده تماما. فالام المصريه مظلومه جدا جدا جدا، وانا معها. ما ده خلينا نروح لسياده المستشار. القانون بيحمي الام في حاله الطلاق او في حاله الخلع، وخاصه ان الخلع تحديدا اصبح من مسببات الطلاق، يعني ساهم بنسبه كبيره في ارتفاع معدلات الطلاق. تمام. هو حضرتك اللي بنشوفه في الواقع وفي المحاكم كلهم خاسرين، الجميع خاسرين، سواء الزوج او الزوجه. وليس الزوج والزوجه بس، الاسرتين بما فيهم أسرة الزوج وأسرة الزوجة. تمام. والمجتمع هو الخاسر الأكبر طبعا لانهيار هذه الأسرة. لما تيجي تشوف حضرتك النهاردة تبعات هذا الطلاق، مش الانفصال بين رجل وامرأة فقط، شوف اللي بعديه، تبص تلاقي النزاعات على قائمة المنقولات، ودي لازم يشوفوا لها حل، لأن أصبحت المحاكم بتعج بالمشكلة دي، مشكلة القايمة ولا خدت الذهب، مشاكل لا حصر لها. تيجي بقى حاجة النفقة، الأب ما يدفعش، الزوج ما تعرفش تاخد، الاب مسافر، يعني حصل تعديل تشريعي اخير الزم الزوج في حاله تكرار امتناعه عن النفقه حبس. الحبس. فالدوله بدات تدخل، الطفل ما هو اللي هيتضرر. شفت حاجه؟ ما هو انا حبس برضه، ما هتضرر الطفل. اصبح كمان سعادتك مبالغ المحكوم بيها كنفقه لا تكفي في ظل الزياده المتردده للاسعار، كسكن، كملبس، كماكل، كمشرب، اشكاليه كبيره جدا. طب هل النفقه دي بتسقط عن الزوج في حاله عدم قدرته ان هو يعني ما عندوش امكانيه ان هو يصرف؟ لا، شوفوا حضرتك، بنك مصر الاجتماعي والقانون رقم 1 سنه 2000 اللي هو نظم الخلع وعمل شويه تعديلات كبيره، بيدفع جزء في حدود 500 جنيه كنفقه. تمام. لحين يسار الزوج او ان الزوج، طب الزوج اللي ما بيشتغلش الزوجه تعمل ايه؟ بتبقى واخده احكام مش عارفه تنفذها، وهو مش شغال، وهو مش شغال. لا، مش حضرتك، مفيش حد مش شغال، هو احيانا بيبقى شغال ومخبي، يا اما يبعت تقرير المادي بتاعه اللي من الشغل بتاعه، يسقط منه الحوافز، يسقط منه حاجات كتيره. بنشوف حاجات ومهازل ومهاترات ناشئه عن الطلاق. يعني اصبح غياب الدين زي ما قال محمد بيه العامل الاساسي، العامل الاساسي. لا، الاب اللي هو طلق عايز يعامل اسرته السابقه بما يرضي الله، وان دول اولاده، وان دول كمان نتاج هينفعوه لما يكبر سواء ولد او بنت، وهيشرفوه في المستقبل،
ما بنجدش هذا الامر تماما، بنجد عند سواء من الزوجه او من الزوج او من الزوج الزوجه لا تمتنع عن الرؤيه، تبدا تبص ان معلش انا هسال حضرتك سؤال. انا خلينا الطرف المراه في النقطه دي بالتحديد، ما من حقها تمنع عنك رؤيه طالما انت مش عايز تصرف على ابنك؟ ما انت تجيب لي باي حق تطلب رؤيه ابنك وانت مش بتصرف عليه؟ ده هيكون مسار تعديل تشريعي. ما هو انا عايز يعني عشان ما انا بيقول ما بتمنعني من رؤيه، بس انت ما بتصرفش على ابنك، ما مش من حقك تشوفه بقى. لا برافو، متنازل عن كل حقوقه. لا لا ده كلام صح، انا معك في هذا طبعا. ما بتكلم ما دام لا يستطيع الانفاق على اولاده ولا يجوز من حقك تشوفه. انا معك، انا معك في ذلك وانضم اليك. الدورة القادمة لمجلس النواب في مشروع تعديل لقوانين الأسرة والمرأة كاملة، لأن فعلا فعلا الموضوع محتاج تعديل. ما هم بيطلبوا بدل الرؤية استضافة، ده الاستضافة دي ده مطلب من كل الأزواج، لأنه ساعتين في الأسبوع لا تكفي. بس مهم الاستضافة يا سيادة المستشار، هي مهمة جدا وإحنا نطالب بيها لأن ما ينفعش إن أنا حماية للطفل، حتى لو قلنا في سن معين، حتى بلاش الاستضافة في الفترة اللي هي بيبقى الطفل محتاج. ما هو قالك من سنتين لأربع سنين بعد كده ممكن الاستضافة. أنا بطلب تكون أعلى شوية عشان برضو الطفل لحد سبع سنين بيبقى محتاج والدته، بيبقى الرعاية العناية، لكن الأعياد متاح أعتقد، أعياد ومناسبات وكل ده بيقدر إن الأب ياخد أولاده ويعتني بيهم فترة الاستضافة، ودي القانون ما فيهاش، ولكن بعض المحاكم على الرغم من عدم صدور قانون بتديها. يعني في بعض المحاكم اصدرت احكام بالاستضافه، يعني حضرتك برضو في بعض الاحكام بتفرض على الاب الحاجات الترفيهيه. تمام، يعني المحاكم عندنا والقضاء المصري ما شاء الله لا بيقف في صف الطفل والمراه. تمام استاذ حاد، سياده المستشار، ليه ما يتمش انفصال باحترام مراعاه ان احنا يكون عندنا طفل سوي بدل ما نخليه يلجا للعنف؟ يعني مثلا دلوقتي حالات الطلاق اللي بتتم الطفل بيخش في حالة نفسية سيئة بتدفعه لارتكاب جريمة، ممكن تخليه يقع في جريمة مثلا جرائم قتل أو سرقة. الوضع القانون له هنا إيه، وخاصة مثلا هو تعدى السن 15 سنة؟ هو القانون في الجزئية دي حكم الطفل من لو ارتكب الطفل جريمة من 15 سنة لحد 18 سنة أيا كانت الجريمة، يعني أصبحت العقوبة لحد 15 سنة مهما كانت الجريمة، سواء مثلا جريمة قتل، سرقة بالإكراه، أيا كانت الجريمة وأيا كان حجمها وأيا كان قوتها وتأثيرها على الشارع المصري، إلا أن القانون هنا ألزم بالسجن لمدة 15 سنة. بالسجن لمدة 15 سنة فقط لا غير. علشان كده لما نشوف بقى القاضي نفسه مقيد في هذه المسألة، يعني القاضي مقيد بنص القانون. طب السجن 15 سنة ميقدرش يخرج عن هذا النص. السجن 15 سنة هل بيتم إيداعه في سجن ولا في دار رعاية؟ لا يا فندم، بيوضع في دار رعاية لحد ما يبلغ سن القانون. بس هو مطلوب تعديل تشريعي. تمام يا فندم، هو الكلام ده اللي احنا في الآخر هنبدأ مطلوب تعديل تشريعي في هذا الموضوع، هنبدأ نتكلم فيه. لو الطفل 15 سنة ما بقاش طفل. فعايز اقول الجرائم الحاليه اللي بتتم عايز اقول لحضرتك اطفال ترويع مواطنين، سرقه وقتل. تمام، ويمكن انا اعتقد يعني حضرتك شغال محامي في الجنايات اكيد في وقائع. عايز اقول لحضرتك ان 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 في وقعه جنايه لبنت قتلت والدها. انا بعتبر هذه القضيه حقيقه من اقوى الجرائم اللي حدثت على الاطلاق. طفله لم تتجاوز ال 18 سنة وقتلت والدها علشان ان هو رفض ان هي تتزوج بشخص ما هي كانت مرتبطة بيه وقتلته وبالاتفاق معاه وحكمت بالسجن لمدة 15 سنة وهو اخد ذلك الشخص اللي هو حرضها عن طريق لينكات وعن طريق فيديوهات وبدأ يبعت لها عن طريق الواتساب والماسنجر. ازاي تبدأ تدخل وتقتل وأو قلبها؟ ومحكمة الجنايات قضت أيضا بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات بس هو أكتر وبلغ فوق ال 18 سنة، إنما هي تحت ال 18 سنة. فالنهاردة اتحكمت قدام محكمة الجنايات وقدام محكمة الجنايات العادية. ليه؟ لأن الجناية هنا ارتبطت بالغ بحدث، فإذا ارتبط
بالغ بحدث حكم أمام محكمة الجنايات العادية، ولكن يلزم على المحكمة أن يكون هناك باحث علشان يقدم تقرير بالحالة بالنسبة للطفلة أو للطفل المتهم قدام محكمة الجنايات. النهاردة حضرتك لما نشوف الأصل في, 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 في الاختصاص هو محكمة الطفل، إلا أن هناك استثناء من هذا الأصل، يجوز بمقتضى هذا الاستثناء أن يحاكم الحدث أمام محكمة الجنايات. وهنا حضرتك القانون إدى أربع شروط استثناء من هذا الأصل العام. أول حاجة هذا الشرط، وهو توافر شرط الجريمة، بمعنى أن تكون تلك الواقعة المرتكبة من الطفل تشكل جناية. اتنين، شرط السن، أن يجاوز سن الطفل وقت ارتكاب الجريمة 15 سنة. تمام، يعني يعدي 15 سنة وما يتجاوز 16 سنة. الحاجة التالتة، شرط الاقتضاء، أن يقتضي الأمر رفع الدعوى الجنائية على البالغ مع الطفل، بمعنى إن 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 في حالة الارتباط طفل ببالغ يحاكم أمام محكمة الجنايات. الشرط الرابع شرط المساهمة. معلش، يعني يعني لو شخص استعان بطفل، الطفل أيضا بيحاكم قدام محكمة الجنايات؟ مدام ارتبط ببالغ، شريطة إن يكون عاد تجاوز 15 سنة ولم يتجاوز 16 سنة. الشرط الثاني شرط المساهمة، أن يساهم هذا الطفل مع ذلك البالغ في ارتكاب الجناية. يبقى إذن حضرتك أنا عندي الأصل اللي هو إن الطفل يحاكم أمام محكمة الطفل. الاستثناء من القاعدة إنه قال لك يجوز إنه يحاكم أمام محكمة الجنايات أو الجنايات وأمن الدولة العليا، ولكن المشرع وضع تلك الشروط الأربعة. تمام. أنا سؤال عايز أسأله حضرتك، إحنا شايفين جرائم بتحدث الآن باسم الطفل، بيتم الاستعانة، يعني مثلا في إمبابة تم الاستعانة بطفلة من أجل أن تم قتل سيدة عجوزة وسرقت مصوغاتها، بيتم ترويع المطنين من قبل أطفال. يا محمد يعني يا محمد بيه، أنا أستاذن حضرتك. اتفضل حضرتك. هذا الكلام مطلوب فيه تعديل تشريع، احنا مش جايين نقرا من الكتب، احنا جايين نقول اللي بيحدث في الواقع المصري. ما انا بتكلم في كده، ده طفل النهارده طفل انا بس سنة. لا انا اهل حضرتك، الاطفال في مصر بدأوا يرتكب جرائم حديثه وجديده علينا احنا، ما كانش شايفينها قبل كده. يجب بقى يبقى في تعديل تشريعي، هذا التعديل التشريعي ما يبقاش قياس انه 15 سنه طفل و18 سنه طفل ويبرأ من الكارثه. انا بس الاول بناشد الحموات المصريات اللي هي أم الزوج وأم الزوجة، الرحمة بأبنائكم، الرحمة بأبنائكم، لأن تدخل الأمهات من قبل أم الزوجة وأم الزوج بيسبب كارثة داخل المسكن الزوجي. لو كل أم تقول لبنتها عيشي وارتضي واقتنعي وتحملي، احنا تحملنا، كانت البنت تعيش. لكن أول ما تيجي أول مرة تقول لها أهلا وسهلا، مرحب، جيتي، شرفتي، احنا مش هنرجع له تاني. هذه هي المصيبة الكبرى في المجتمع المصري. إذا أردنا أن نبحث المجتمع المصري، نبحث عن الأم، هي المدرسة، إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الأم هي ميزان الحياة، الأم اللي هي أم الزوجة، اللي هي جدة الحفيد، اللي هي أم الزوج. إذا إحنا سوينا بين الأطراف والاتنين التحموا في حب، هتعيش الأسر المصرية في استقرار. ما خلينا أقول لحضرتك، إحنا كده بنتحامل على المرأة، ما أحيانا أم الزوج هي بتكون سبب كل المشاكل. مش أم الزوجة إحنا ما قلناش أم الزوجة وحدها، يعني ولا أم الزوج وحده، الزوج وحده، إحنا بنقول الاثنين. يا محمد، يا محمد بيه، يعني أنا معلش يا ست المستشار، إحنا مش عايزين نكون حامل على المرأة، ما إحنا عندنا في أزواج. لا، أنا مع المرأة ولست ضد المرأة. بيطلق عليه، إحنا ما نقدرش ضد المرأة. صح، ما هم أصلا بيسموها كده. أنا بتكلم يعني هو مثلا بتقول له إيه، ده أصله ابن أمه، أصل ده قريب لأمه، أصل ده واخد ده أمه، حكاية كبيرة. طب هو لما ملوش إلا أمه، ما هي ترى إن هو الوحيد لأمه، بيراعي أمه، مش عيب إنه يراعي أمه، مش عيب إنه يرفعها على رأسه، هي برضه تكون مقربة إليه. أنا بشوف النهارده، لا هي الإشكالية مش يا محمد بيه، في زوجات الأم. يا محمد بيه في زوجات، أنا مرة في النيابة الساعة 11 بالليل لقيت سيدة عندها 80 سنة. السيدة اللي عندها 80 سنة دي طاردها ابنها بسبب إرضاء لزوجته. هذا يرضي؟ لا طبعا. ها؟ لا. يبقى انت النهارده قدام مشكله كبرى،
يا سياده الصحفي المحترم، المطلوب ان يكون في توازن. الزوجه تحرص على ام الزوج وتضعها في عينيه، هتعيش مستقره، لكن ما تسلطش الزوج على زوج على على امه، ولا الزوج ولا الزوجه ولا الزوج يسلط زوجته على امها. هو ده ارتباط، لازم يكون في حمايه اسريه من الطرفين. النقطه الثانيه، في عوامل اقتصاديه احنا ناسيينها طبعا. العوامل الاقتصاديه دي من اخطر ما يمكن في البيت المصري. الاعباء زادت والحمل بقى ثقيل على البيت المصري، مما ينتج عنه مشاكل كبيره. اولا ال 500 جنيه بتاع بنك ناصر تستطيع ان تفعل شيء على الاطلاق، لما تقضيش 3 4 ايام لو كانوا جوز عيال، وهو لما بيسيب البيت خلاص بيرفع عن دماغه العبء ده، ولا في دماغه ولاده ولا في دماغه زوجته، وبالتالي هي دي المصيبه الكبرى. انا شايف انه لابد ان يكون في قبل الزواج، بقول لكل شاب انت عايز تتزوج اتجه الى طبيب، ومش عيب انك تتجه الى طبيب وهي تتجه الى طبيبه، ويحدث تآلف فيما بينكم اذا كان في موانع. انا قلت لك الزواج فيه فرض وفيه مباح وفيه محرم. معناها ايه؟ الذي يستطيع على ان يقوم ببيته وقدرته عليه ان يكون فرضا عليه. اما المكروه اللي ما عندوش استطاعه ما يتزوجش. من استطاع منكم الباءة فليتزوج. يبقى هنا دي توصيات، ما بقاش فقير ومعرفش ابني بيت واروح اتزوج اعمل ايه؟ لابد ان اكون صاحب قدره وصاحب يسر عشان افتح بيت، لان البيت فتحه مش قليل ومش سهل. لابد ان اكون مرتبا لذلك، وهي برضو تكون مهيئه لهذه الحياه، وتكون عندها استعداد لليوم الابيض واليوم الاسود، وتبقى عندها انتظار لهذه الحياه. هو ده المقياس الفعلي، لانه تخرج اسره محترمه تنتج اطفال للمجتمع المصري اسوياء. زي ما قال المستشار حاتم، احنا امام مشكله كبرى، وهي انه لابد من تعديل تشريعي في الطفل وسنه. ليه؟ لانه الوضع اختلف تماما. في اطفال عندها 12 سنه بتقوم بجرائم خطيره جدا. المشكله يا محمد بيه ان كل احكام محكمه الجنايات اللي طرقت نجدت المشرع، ولكن احنا عندنا مشكله ان مصر اصلا متفقه طبقا للاتفاقيات الدوليه. فعشان تعدل هنا في مصر، لازم انت تعدل في كل الدول. طب لو الاتفاقيه دي ما اتفقتش معايا انا، اشتركت معايا غير مناسبه، واخد بال حضرتك معايا ان المشكله عندنا ان مصر موقعه على ميثاق الامم المتحده في شان الطفل وحمايه الطفل وقانون الطفل، وهذه الامور بيحكمها القانون الدولي. فانا لما اجي النهارده عالمية، فاصبحت امور عالميه، فانا النهارده عشان اجي اي دوله موقعه عليها لابد انها تلتزم بيها. فلازم خلاص نشأة الطفل المصري غير اي طفل. مسألة اصبحت منتهيه. اللي عايزين نوضحه لسعادتك، احد اسباب الطلاق الجوهريه جدا اللي بدات تظهر مساله عمل الزوجه، مرتب الزوجه. ايوه كنت اسال حضرتك الموضوع دي ده. اشكاليات كتيره بدات تظهر. يعني كان زمان الاسر الزوجه بتشتغل بتقبض مرتب، خلاص الموضوع كان بيبقى في اطار الاسره لكن دلوقتي اصبح حضرتك مسار خلاف، لا مرتبك فين، لا بيروح فين، لا اقعدي من الشغل. في حاجات يا فندم بتظهر في الواقع العملي. المحاكم حضرتك دلوقتي رول بتاع دعوى الاسره بقى يقترب من الجنايات ومن الجنح. لا 400 و500 تخيل بقى ان بيبقى كل قضيه فيها اتنين، الاتنين دول بيمثلوا اسره، ده بخلاف بقى الدعاوي الاخرى اللي بتنشا. النفقه دي احد الدعاوي اللي بتنشا عن دعاوي الطلاق، القايمه الزوجيه. فاذا الطلاق كلمه بيتشعب منها حاجات وكوارث كثيره جدا. يعني لك ان تتخيل مثلا ان النهارده بنك مصر الاجتماعي بيدي نفقه ضعيفه جدا. طب ده يقودنا ان احنا نطالب والدوله تعمل اكتر من كده. يعني الدوله اساسا بتساهم في كل حاجه. يعني هل الدوله مفترض تعمل تامين للمطلقات زي ما عامله تامين صحي مثلا؟ يعني الدوله تصرف على التامين الصحي وعلى الازواج اللي بتتهرب من النفقه بتاعتها، وبعدين تلاقي حضرتك ايه الزوج مخالف 3 و4 و5 ما نعرفش طريق، يعني حتى ما عرفش تعلنه، والازواج التانيين تلاقيهم مسافر بره، وتيجي عشان تعمل اعلان تعرف اذا كان هو بياخد كام او مرتبه كام، يقعد بالست شهور في النيابه عشان تعلن في الدوله اللي هو مقيم فيها. ففي واقع مرير بتعيش المراه، وفي نفس الوقت في مواقع مرير اخر بيعيش الراجل في حالات الطلاق، وهي الزوجه بتبقى حاضنه للاولاد. يعني الخلع تخلع باي سبب، ملوش اي اسباب، الخلع خلاص تبغض الحياه معه وتخلع،
تيجي بعد كده تبص بس بتتنازل عن المؤخر وعن المتعه وعن المؤخر دي يعني حاجات ماديه بسيطه يعني شقتي الزوجيه لو هي مخلفه تاخد بتاخدها تمام دي مشكله في ظل ازمه السكن اقل شقه دلوقتي بقت بمبلغ وقدره كبير يجي الزوج ما يلاقيش حته يقعد فيها فيقعد بقى فين ما دي حاجه طب خليها تلقط يا محمد بيه نفس الوقت او رفع دعوه طلاقها يقعد معاها ازاي يعني هو مبلغ محرم وهو لا يجوز تمكين الزوج في حاله خلعه او حاله دعوه الطلاق ان يتمكن من هو مش متمكن يعني. احنا بنتكلم ان بعد الطلاق او الخلع وفجاه خلاص بيبقى ملوش وجود ان يقعد في الشقه طب هي بتاخد الشقه لحد ما الاولاد ما يكملوا سن الحضانه فالزوج بيبدا حياه جديده ويعني احنا بنشوف حالات مش كل الحالات سببها المراه ولا كل حالات سببها الرجل صح في حالات بنشوفها بتبقى مش مستاهله اصلا الطلاق وتلاقي الطلاق وقع بدون اسباب اسباب تافهه جدا حاجه بنشوفها في المحاكم وحاجات بقت مثيره للسخريه حاجات مش واقعنا الشرقي اللي تعودنا عليه فبنلاقي اسباب طلاق ضعيفه جدا مفيش تشبث مفيش حد بيبقى ايه عايز الحياه تمشي انه يكمل انه يكافح سواء من هنا او من هنا في استهتار في الصبر في استهتار انعدام الصبر برضه في مشكله هي وهي ان عفوا بمجرد ما بيحصل مشكله ما بين الزوج والزوجه بينسوا كل اللي فات طبيعي طب ما قلنا هم يكفرنا بالعشير يعني ايه عارف يعني ايه يكفرنا بالعشير يعني ما شفتش يوم حلو معاك في حياتي بالظبط يعني هي الايام كلها عسل لكن عندما تسود الدنيا انا ما شفتش يوم حلو في حياتي الموضوع انا بس استاذن سعادتك يا محمد بيه قبل ما نخرج من الحلقه انا عندي رساله لاهلي في ألمشاء الحقيقه لابد ان انا اوصلها طب اخد بس استاذن حضرتك اولا يعني عشان بس بعد اذنك اولا انا بناشد الرئيس المحترم الزعيم البطل ان احنا نجعل قريه ألمشاء من القرى اللي هتتطور اللي هم 1250 قريه حياه كريمه لان ألمشاء الحقيقه مظلومه جدا 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 كوحده محليه في ألمشاء اولا عندنا مشاكل كبيره جدا في قريه ألمشاء معلش عفوا بنخرج عن لان انا محمل برساله ولا بد ان انا انقلها بمنتهى وصل حضرتك سياده المستشار الحقيقه ألمشاء عندنا حاجه اسمها مدينه ألمشاء الجديده ودي توسعه الحقيقه نتج عنها كارثه منذ 10 سنوات لم يتم تسليم هذه الوحدات السكنيه محمد بيه وده نتيجه فساد للمقاول وعدم متابعه من رئيس مجلس مدينه اقصى ومن السيد المحافظ ونشدنا السيد الدكتور احمد الانصاري اكثر من مره مناشده من منطلق القناه انه يزورنا في ألمشاء ويشوف مشاكلنا الا انه لم يستجيب. انا بناشد الرئيس اللي شايل الحمل الثقيل عليه اللي شايل شيله ربنا يعينه عليها انه يتدخل في حل مشاكل القرى المصابه بهذه الازمه. احنا عندنا كوبري يا محمد بيه اللي بوصلنا للفيوم بقاله 60 سنه متهالك يعني ممكن يسقط بينا فورا على بحر الغرق الوحيد المنفذ الوحيد اللي بيطلعنا لمحافظه الفيوم. احنا بنناشد سياده المحافظ ينزل ويشوف الكوبري ده ويغير من وضعه يعني الري يقوم يعمل كوبري يوسع الكوبري قريه بقت زمان 10,000 النهارده 120,000 نسمه بيخدم على 120,000 نسمه وعلى قرى متابعه احنا ورانا الوحده المحليه بتطون والوحده المحليه بقصر الباسل والوحده المحليه بألمشاء والوحده المحليه بألهان طريق ألمشاء الفيوم متهالك ومتهالك بشكل بشع جدا ومفيش حد بيسمعنا لان انا مع احترامي على الاخوه الاعضاء اللي تم انتخابهم لمجلس النواب في منطقه مجاوره لبعضيها الخط الشرقي احنا عندنا خط غربي وخط شرقي محروم من هذا ومفيش حد بيوصل الرساله دي الا ان هم واخدين المنطقه يعني ما عندناش من يوصل هذه الرساله للمحافظ او للمسؤولين لان احنا مش محظوظين في انه لدينا عضو نواب ينقل هذه الصوره حظنا سيء في هذه النقطه الا اننا منطالب السيد المحافظ زورنا في ألمشاء شوف مشاكلنا شوف احنا عندنا 3 مواقع لمدارس محمد بيه تم تخصيص قطع عند ابراهيم ابن ادم مدرسه اعداديه حتى الان من 7 سنوات لم يتم انشاء المدرسه عندنا موقعين تانيين ممكن يتم التعدي عليهم لمدارس ليه انت سيب ده ومواقع تعدي اكثر من 20 مليون جنيه كارض فانت النهارده احنا بنحل في مشاكل احنا ألمشاء مظلومه يا سياده الرئيس ومناشد المحافظ للمره الثالثه زور الوحدة المحلية بألمشاء شوف مشاكلنا شوف الطريق شوف الطريق المقاول في الصرف الصحي في العزب كان فيه 4 كيلو تم رصفهم من سنتين تم تهالكهم وكسرهم بفلوس وملايين
انا بناشد الرقابه الاداريه تفتح الملف ده وتشوف المقاول ده عمل كده ليه وكسر الطريق اللي مسافته له 3 سنين حوالي 4 كيلو. احنا في دمار بنسبه طريق انا مش الفيوم وعندنا مشاكل كبيره جدا بصراحه. نطلب فيها السيد المحافظ على اقصى من السرعه انه ينزل الوحده المحليه بالامشاه ويسمع اهالي الامشاه ويشوف اهالي شركه الامشاه ويشوف مشاكل الوحدات المحليه. المحافظ من يوم ما جه ما دخلش وحده محليه، ما شافش مشاكل الوحدات المحليه، ما شافش مشاكل القرى. احنا عندنا سوق عشوائي يوم الاحد بيقفل الطريق من 8 صباحا ل 6 مساء. فهنا في مصائب كبرى، عايزين المحافظين يعاونوا الرئيس مش هيشيلها لوحده. المحافظ ينزل يشوف الدنيا فيها ايه، يشوف المواطن المصري محتاج ايه، يشوف المشاكل الفرديه فيها ايه. احنا لما النهارده مواطن بيروح لمحافظ ما بيقابلوش لانه الباب مغلق. فاحنا بنطالب تاني وتالت السيد الاستاذ المحترم الدكتور احمد انصاري يزورنا في قلمشاه ويشوف مشاكلنا في قلمشاه ويشوف اللي احنا عايشينه في قلمشاه. لابد من تغيير الكوبري على مستوى على اقصى سرعه. الكوبري ده ممكن يقع بالناس. الكوبري الوحيد اللي متوصل ما بين طريق الفيوم وقلمشاه، قلمشاه فيها مشاكل غير عاديه. فاحنا ما نناش الكثافه السكانيه كبيره كبرت يعني النهارده الكوبري ده 60 سنه وانتهى على الانهيار. انا انتظر لما ينهار بالناس. فانا الحقيقه يعني انا يعني بعتذر لخروجي لانه انا صراحه حملت بهذه الرساله. تمام. ونعود الى ما هو ما ما وللاسف احنا هناخد يعني اعتبر وقتنا خلص اصلا. انا بس هاخد اخر حديث بالنسبه للمشكله اخر ثانيه اخر ثانيه بالظبط. الاسره أخر. المصريه مهلا مهلا مهلا، حرصا على اطفالكم، حرصا على شبابكم، حرصا على الجيل اللي خارج انه يكون في تآلف ما بين الأسرة المصرية. وانا بناشد القضاء المصري ان القضايا التي امامه انا عارف ان الحمل تقيل، كان الله في العون وكان الله في عونهم. تمام. في انهاء هذه العلاقة. سيادة المستشار اخر كلمة في 30 ثانية. التأني في اختيار قرار الطلاق. تمام. سواء من الرجل او من المرأة. التأني. التأني ثم التأني ثم التأني. تمام. سيادة المستشار آخر كلمة. آخر كلمة. أنا بهيب وأناشد المشرع المصري بالنزول بالسن للطفل مش ل 18 سنة ل 15 سنة ل 15 سنة وده حضرتك هيحفظ حقوق ناس كتيرة جدا جدا جدا، ولأن الجرائم كثرت وكثرت الجرائم بسبب ان الكل ممكن يجيب طفل ويقول له ارتكب انت الجريمه دي فبناء عليه بيرتكبها وبعد 15 سنه بيطلع تاني للمجتمع. فاحنا النهارده بنناشد المشرع المصري بان بالنزول في السن الى 15 سنه، بالاضافه ايضا الى ان انا عارف ان احنا النهارده مرتبطين بميثاق الامم المتحده والجمعيه العامه للامم المتحده، فبتمنى ان البرلمان المصري يجهز مشروع بقانون ونشوف البرلمانات الأخرى عندها قدر الجرائم قد إيه، ونشوف الحلول العالمية لهذا الأمر توصل بالعالم لحد فين. تمام. حفاظا على الطفل ده أولا وحفاظا على المجتمع. تمام. وشكرا. أنا في نهاية الحلقة بشكر ضيوف اللي شرفونا النهاردة، سيادة المستشار محمد خليفة المحامي بالنقد شرفتنا. شكرا لحضرتك. سيادة المستشار محمد أمير ممدوح المحامي بالنقد شرفتنا ونورتنا يا فندم. سيادة المستشار حاتم أبو حامد المحامي بالجنايات نورتنا وشرفتنا يا فندم. شكرا لحضرتك. وأتمنى أن الحلقة تكون نالت إعجاب حضراتكم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة إن شاء الله. انتظرونا الأربع القادم في نفس التوقيت.